بعد كشف لحساب عام مضى، بعد كشف لحساب عام مضى، بعد كشف لحساب عام مضى، أود أن أطلعكم على رؤية التحرك نحو المستقبل. لقد بنيت معكم سياساتي على تقديرات أراجعها كل يوم، أراجعها كل يوم في ضوء التحديات. والأمر لا يعالج فقط بإجراءات وقرارات، هي لازمة ولكنها ليست كافية، وإنما يعالج بالدرجة الأولى بتغييرات في رؤية وأسلوب ممارسة الحكم كله. أولاً، إصلاح وتغيير المؤسسات ستكون بوتيرة أسرع وأكثر حسماً. ونحتاج في سبيل ذلك أن تعمل الماكينة التشريعية بكل طاقتها، فنحن بحاجة إلى مجلس النواب القادم الذي طال انتظاره. نحتاج التشريعات الجديدة للتقدم في كل المجالات: الأمن، الاقتصاد، الإعلام، محاربة الفقر. ولذا أقول: الانتخابات البرلمانية على الأبواب، بها نستكمل مؤسساتنا لتكون لدينا دولة مكتملة البناء. مجلس الشورى خلص قانون مجلس النواب وقانون مرسي الحقوق السياسية وبعتهم للمحكمة الدستورية، وأنا أهيب بالمحكمة الموقرة أن تنتهي منهم في أقرب فرصة حتى نتشاور ونتحاور في إجراء الانتخابات في أقرب وقت وبكل الشفافية والحيادية مباشرة لكي نكون البرلمان الجديد. ثانياً، العمل بكل الطرق على تسهيل الإدماج السياسي لكل الأطياف، مع الاتجاه إلى فئات أوسع من الشارع السياسي الأكثر شباباً، حتى نفعل أدوار الجميع. فالمجتمع المصري أضحى مجتمعاً مسيساً بامتياز بعد الثورة، ومن الإجحاف قصر الفعل السياسي على أشخاص محددين، كثير منهم امتداد، بعضهم امتداد لمرحلة سابقة. نحن في أمس الحاجة لضخ الدماء والدفع بنخبة سياسية جديدة شابة. ثالثاً، خلق فرص عمل للشباب أولوية، أولوية المرحلة القادمة. نستهدف توفير 1,300,000 فرصة عمل جديدة كل عام، لنهبط بمعدل البطالة من 13.5% إلى 8% في 3 سنوات، بالاعتماد على المشروعات الكبرى مثل قناة السويس ووادي التكنولوجيا وتنمية الساحل الشمالي وغيرها، وكذا بانتهاج رؤية تنموية أفقية تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصممة لخلق فرص تنموية محلية. رابعاً، تمكين الشباب، هذا أمر مهم جداً بالنسبة لي، تمكين الشباب لفتح آفاق جديدة تعالج ما شاب تجربتنا من قصور. قررت أن تكون أولى خطواتي في هذا الاتجاه هي الالتحام بشباب الثورة وتأسيس آليات منتظمة لإدماجهم في حكم بلدهم، نطورها معاً على ضوء التجربة والممارسة حتى نحقق بصدق وفعالية هدف تمكين الشباب الذي نتكلم عنه كثيراً دون أن نجد آليات ناجحة لها. وزارة الشباب دلوقتي وباتفاق وتوجيه كامل يسجل فيها الآن في معسكرات مراكز الشباب ووسائلها أكثر من 1,000,000 شاب الآن ملأوا استمارات ودفعوا رسوم بسيطة علشان من خلالهم يتم التدريب لكوادرهم ولغيرهم أيضا بعد ذلك. رابعا، الشباب، وإزاء كل ما تعرضت له في حديثي إليكم الليلة من قضايا تهم الوطن الراهن، فقد قررت
نمرة واحد في القرارات اللي أنا عايز يعني أقولها. تكليف السيد وزير الداخلية بعمل وحدة خاصة لمكافحة أعمال البلطجة وقطع الطرق وترويع المواطنين ومهاجمة المؤسسات الحيوية. اثنين، تشكيل لجنة مستقلة لإعداد التعديلات الدستورية المقترحة. هذه اللجنة من جميع الأحزاب والقوى السياسية، جميع الأحزاب والقوى السياسية كلهم من بكرة مدعوين لكي يجلسوا معاً معي، يختاروا منهم رئيس ليهم ويقرروا مع مقترحات سابقة كثيرة ما هي مقترحاتهم بتعديلات على الدستور أتبناها جميعها لأقدمها للبرلمان في أولى جلساته القادمة كمقترح من رئيس الجمهورية. ثلاثة، تشكيل لجنة العليا للمصالحة الوطنية، تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تضم ممثلين لكافة عناصر المجتمع من الأحزاب والأزهر والكنيسة والشباب والقوى الثورية والجامعات والنقابات والجمعيات الأهلية على أن تقوم هذه اللجنة بالآتي: واحد، الإعداد لكل الإجراءات التي من شأنها تحقيق المصالحة الحقيقية بين كافة مؤسسات الدولة والوطن، القضاء والإعلام والثقافة وغيرها وجميع القوى والأحزاب السياسية. اثنين، التوافق على محاور العمل الوطني خلال الفترة القادمة بما يعلي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار شخصي أو حزبي، وبما يوفر المناخ المناسب لمواجهة التحديات. أربعة، تكليف السادة الوزراء والمحافظين من الآن، اتفقنا على كده في مجلس المحافظين أمس اللي استمر لأكثر من 10 ساعات، واليوم أيضا في مجلس الوزراء، تكليف الوزراء والمحافظين بإقالة كل المتسببين في الأزمات التي تعرض لها المواطنون. أنا قلت أن الدولة العميقة رؤوسها ما زالت موجودة، وبالتالي قلت أن سنة كفاية زي ما قلت لكم النهاردة. المحافظين والوزراء تكليف مباشر من رئيس الجمهورية بإقالة كل هؤلاء. كل المتسببين في الأزمات التي تعرض لها المواطنون في قطاع الخدمات، ومتابعة تكليف ومتابعة رئيس الوزراء للسادة الوزراء والمحافظين على أن يتم ذلك خلال أسبوع. خمسة، سحب تراخيص كل محطات البنزين التي امتنعت، سحب تراخيص كل محطات البنزين التي امتنعت عن استلام المنتج أو امتنعت عن توزيع حصتها على المواطنين. ستة ستة ستة، ستة، تكليف وزارة التموين باستلام محطات الوقود التي تمتنع عن العمل على أن تنسق إدارتها مع الجهات المختصة لصالح المواطنين. سبعة سبعة، إلزام السادة المحافظين والوزراء
بتعيين مساعدين لهم من الشباب، بتعيين مساعدين لهم من الشباب فيما لا يزيد سنه عن 40 سنة خلال 4 أسابيع من الآن.